بتصاعد المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، عاد الحديث مجددا عن القرار 1701 وضرورة تطبيقه لإعادة التهدئة بين الطرفين كوسيلة للاتجاه نحو الحل الدبلوماسي بدلا من التصعيد العسكري الذي بات يتصدر المشهد الآن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. القرار الأممي الذي صدر من قبل مجلس الأمن في أعقاب حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله نص على وقف الأعمال العدائية والقتال في جنوب لبنان وبقاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل للتأكد من انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة بجانب خلق منطقة عازلة ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. لذا أصبح القرار حجر الزاوية في الاستقرار بين طرفي الصراع. تفاقم الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل أظهر أهمية الالتزام بقرار 1701، وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأولوية تطبيق القرار الأممي بشكل كامل، مشددا على أنه ركيزة أساسية للجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار. وسبقت هذه التصريحات بيان قوات اليونيفيل الذي شددت فيه على أن القرار يعالج الأسباب الكامنة وراء التوترات الحالية. في ظل التحذيرات من تدهور الأوضاع بجنوب لبنان والمخاوف من تداعيات الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل بالقرب من مواقع القوات الأممية التي تعرضت لهجمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام الأخيرة، يصبح مصير القرار الأممي والتوافق عليه بجانب تمكن قوات اليونيفيل من تأدية مهامها محاطا بالغموض. فهل تضغط الأطراف الدولية على إسرائيل لترك آلة الحرب في لبنان؟